بدأت مراكز التصويت أعمالها منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، مع إدلاء المرشد الأعلى علي خامنئي صوته في مقره، حيث هناك كانت له توصيات هامة في هذا الصدد، يحث الشعب الإيراني للمشاركة، معتبرا من أن هذه المشاركة تعتبر ماء الوجه للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بطبيعة الحال الساعات الأولى من الصباح عادة نحن نشهد حضور المسؤولين للإدلاء بآرائهم، حيث أنا الآن في جامع إرشاد في شمال العاصمة الإيرانية طهران. حضر العديد من المسؤولين والشخصيات، من بينهم وزراء الوزير الدفاع السابق حسين دهقان، وأيضا شخصيات أخرى جاءت هنا للإدلاء بصوتهم. كما تشاهدون خلفي في هذه الصورة، هنا الآن تتشكل طوابير التي تأتي إلى هذه الصناديق وتستكمل العملية التسجيلية من أجل الإدلاء بصوته. هناك حسب وزارة الداخلية، التي كان لوزير الداخلية الإيراني وحيدي كلمة منذ بدء عملية التصويت، وهو حث جميع المسؤولين والمعنيين بمراكز الانتخابات بذل جميع ما يمكنهم من أجل تسهيل هذه العملية. هناك أكثر من 59 ألف مركز انتخابين في عموم إيران، وأيضا نحن نتحدث عن نحو 344 مركزا انتخابيا في خارج إيران، حيث بدأت منذ ساعات في الشرق الأدنى عملية التصويت للجالية الإيرانية الموجودة في مناطق مثل الصين ويابان وما إلى ذلك. وهناك مراكز انتخابية وضعت في مناطق وعرة داخل إيران حتى يتمكن المواطن الإيراني من الوصول إلى هذه الصناديق والإدلاء بصوته. كما أنتم قلتم، هناك ليلة أمس كان إلى حد نهايات الليلة الماضية كنا نترقب انسحاب أحد المرشحين المحافظين والأصوليين لصالح المرشح الآخر بعد أن انسحب قاضي زادة، وهو من الأصوليين المحافظين والذي كان قسما، وهو كان مسؤولا في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وأيضا انسحاب عمدة طهران علي رضا زاكاني لصالح المرشحين أو لصالح المرشحين الآخرين الأصوليين كان له دلالة. ونحن كنا نتوقع أن يكون هناك إجماعا ما يحصل ما بين المرشحين الأبرزين قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الحالي، وأيضا سعيد جليلي هو كان نائب أو عفوا وكيل للقائد وكيل المرشد الأعلى ومبعوثه إلى الكثير من المؤسسات الإيرانية، لكن لم يحصل هذا الإجماع. وما تشير إليه معظم استطلاعات الرأي ترجح كفة بيزشكيان لصالح المرشحين الآخرين، وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة، من أنه هل يمكن أن نتوقع أن الأصوليين يخسروا والمحافظين يخسروا هذه الانتخابات بسبب عدم الإجماع الذي حصل. كانت هناك الكثير من المطالبات والمناشدات من قبل القوى التي تسمى هنا في إيران قوى الثورة لأحد المرشحين للانسحاب لصالح الآخر، حتى لا تتشتت الأصوات وتتجمع في سلة أحد المرشحين لتكون المنافسة جيدة، بالنظر إلى حجم الإقبال الذي الآن نشاهده لمسعود بيزشكيان المرشح الإصلاحي الوحيد المشارك في هذه الجولة.